بالنسبة حق الجائزة، أنا بالنسبة لي كوجهة نظري فعلا هو خالد الرشيدي، ولكن في لجنة هي اللي تختار، وهي اللي اختارت خالد الرشيدي، وهو من يستحق الحقيقة أنه هو يكون يعني ياخذ هذه الجائزة. أتمنى من حراسنا يعني الموسم القادم يشدون حيلهم. سمير سعيد بالنسبة لي يعني الكثير، وهو أخو وفقيدة بالنسبة لي رحمة الله عليه. أنا من توفى رحمة الله عليه وأنا كل سنة أحرص على جائزته إنها تكون لأفضل حارس. نتمنى إن شاء الله عاد الموسم القادم يعني يشدون حيلهم حراس المرمى كلهم. سجني أنا قد ساوي، ولكن أتمنى يعني إحنا مرة كان فاز فيها خالد الرشيدي، مرة حارس نادي الكويت، حارس نادي العربي، كلنا إحنا كويتيين، وبالنهاية هذه الجائزة للكل الحقيقة. ومن اختار هذه الجائزة هي اللجنة اللي اختارت أخوي خالد، وأتمنى له التوفيق إن شاء الله.